إذا أعجبك الفيديو يرجى عمل لايك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وسهلا بكم، معكم أحمد علي وحلقة جديدة وعالم أسرة والتقنية. النهاردة نتكلم عن همستر كومبات، حل اللوز أو حل التاسك بتاع النهاردة قدامكم اهو عشان خاطر توفروا الكوينز بتاعتكم وتاخدوا 5 مليون عملة من أو 5 مليون توكن عشان يبقى الكلام أصح من همستر كومبات. طيب في ناس بتسأل هل هذا البوت نصب؟ حتى الآن ما ظهرش انه نصب لانه انت ما بتدفعش فلوس، فالكلام معنى ان ننصب عليك او حد يقول لك هذا الشيء نصب انه بيطلب منك ان حضرتك تدفع فلوس، لكن طالما ما طلبش منك انك تدفع فلوس فما فيش نصب. طيب يبقى ادي الحل قدامكم اهو، ادي واحد وده تاريخ النهاردة عشان تعرفين احنا بنتكلم عن يوم كم، 18/6/2024، ده رقم واحد. رقم اتنين، نشوف كان في برضو سؤال من احد المتابعين اللي هو انا ازاي هسحب الكلام ده. عندك هنا لما بتيجي تخش اوريك من الاول انت هتخش منين عشان يبقى الكلام واضح. احنا هنا ادي واحد ادي اتنين. بص حضرتك اخر زر هنا الاير دروب اللي هو المفروض انك انت هتاخد العملة لما يتيحوا السحب. طيب انا هاخد منين السحب او هسحب ازاي؟ ادي عندك كونكت يور تون وولت، يبقى انت مطلوب منك انك تشترك على حاجة اسمها تون وولت، هي دي اللي هتقدر تسحب عليها. طيب اوبن وولت ان تليجرام، ادي الوولت الموجودة على تليجرام واللي هتقدر انك تسجل فيها، ولكن السحب يا اخوانا مش هيتم دلوقتي. طيب هل تاني المنصة نصب؟ المنصة مش نصب لان مش مطلوب منك اي فلوس او بيطلب منك اي حاجة او حتى مفيش تقديم بيانات انت قدمتها دلوقتي عشان خاطر تقدر تقول مثلا ان هم ياخدوا داتا او هيعملوا اي حاجة. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، الاول شخص انا عرفت عن طريقه هذا البوت كان الدكتور محمد المهدي، الراجل المحترم اللي هو حتى الان شغال على اكسادو. فطبعا الدكتور محمد المهدي لما بيتكلم عن حاجة وهو يعني زي بيقولوا الحوت بتاع الكريبتو او التوكن والكلام ده، فالراجل لما بيتكلم عن حاجة زي كده بيبقى ما بيخشش اي حاجة والسلام، يعني هو بيخش على حاجة هو بيبقى على الاقل متأكد بنسبة 90% ان هي مش نصب. فامتى نقول ان التطبيق ده نصب؟ يوم ما يقول لك اسحب فلوس او اسحب التوكن بتاعك بس ادفع فلوس. اول ما يقول لك ادفع اعرف على طول انه نصب. لكن طالما حتى الان التطبيق مجاني ما طلبش منك فلوس، مفيش اي حاجة عشان مفيش اي حمار ما بيفهمش يقول لك ده تطبيق استثمار ونصب، التطبيق لا فيه استثمار ولا فيه نصب، حضرتك بتعمل تاسك بتاخد عليه توكن وبتسحب التوكن بتاعك. فسيبكم من اي حد حمار ما بيفهمش في الموضوع وخليكم حاجة احنا مع بعض اهو بنجرب وانا بنشر. اذا كان في اي وقت ظهر ان في التطبيق حركة ندالة هقول لكم اطلع من التطبيق محدش يكمل فيه، وده عدت معكم دايما الحاجة اللي فيها قلق لازم نديكم فيها انذار. اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.